يتواصل مسلسل الاستهدافات الإسرائيلية للمقرات العسكرية والمؤسسات الحيوية في العاصمة دمشق والمحافظات الأخرى، فيما يمثل خرقا مستمرا وممنهجا للسيادة السورية. الاستهداف الأخير نتج عنه مقتل جندي سوري، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي بعدد من الصواريخ موقعا عسكريا قرب العاصمة دون سرد المزيد من التفاصيل، لتخرج وزارة الدفاع السورية ببيان تعلن فيه وقوع أضرار بشرية ومادية في قصف إسرائيلي استهدف موقعا عسكريا، مشيرة إلى أن الاستهداف جاء من جهة الجولان. فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإصابة 7 عسكريين بينهم عناصر مسلحة تتبع للميليشيات الإيرانية الموجودة في سوريا. الاستهدافات المتكررة للمواقع العسكرية في سوريا زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد أحداث 7 أكتوبر في قطاع غزة وفق تقارير. المرصد السوري أحصى منذ مطلع العام الحالي 53 خرقا إسرائيليا للأراضي السورية في عدد من المناطق كان على شكل غارات جوية مركزة. أما في تفاصيل الخروقات فقد قال المرصد إن سوريا تعرضت ل 38 غارة جوية إسرائيلية و 15 استهدافا عن طريق البر منذ بدء العام الحالي. فيما أسفرت تلك الضربات وفق إحصائية المرصد عن إصابة وتدمير نحو 108 أهداف ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات تتبع في معظمها للميليشيات الإيرانية. هذه الهجمات المتكررة بررها الجيش الإسرائيلي وقال في بيان ردا على الهجوم الأخير إنه نفذه أثناء اعتراض مسيرتين استهدفتا منطقة إيلات الساحلية وانطلقتا من الأراضي السورية. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل حمل الجيش الإسرائيلي الحكومة السورية المسؤولية عن كل ما وصفها بالأنشطة الإرهابية التي تجري على أراضيها، فيما تمثل رد دمشق في كل مرة ببيان تعلن فيه احتفاظها بحق الرد في الوقت المناسب. للنقاش ينضم إلينا من برلين العميد الدكتور إبراهيم الجباوي الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا دكتور. برأيك إلى متى ستحتفظ دمشق ويحتفظ النظام السوري بحق الرد؟ مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين. يعني النظام السوري لم يتأخر بالرد إطلاقا، هو كان يرد في كل مرة بس على اللاجئين السوريين في الشمال السوري، يعني هذا هو الرد تبعه، وصرح أكثر من واحد من عناصر النظام بأن هؤلاء اللاجئين هم حاضنة إسرائيل، تصوروا على هذا الفكر الذي يحمله هكذا النظام. ثم أتيت على أن إسرائيل تستهدف أو تستهدف السيادة السورية، عن أي سيادة سورية نتكلم؟ السيادة السورية طالما الأسد موجود والميليشيات الإيرانية موجودة فليس هناك أي استهداف للسيادة السورية إطلاقا، لأن هذا ما يريده الأسد وهذا ما اتفق عليه بين الأسد وإسرائيل. وأيضا لا مشكلة عند إسرائيل بوجود الميليشيات الإيرانية في سوريا، ولكن هي لا تأمن جانبها من حيث تكديس الأسلحة التي تأتي بها إلى سوريا ومنها إلى لبنان، وقد تكون قسم منها قد ذهب إلى غزة أو ما شابه ذلك. لذلك يعني إسرائيل يعني هناك أصلا أمرين أو احتمالين لا ثالث لهما. إما أن إسرائيل أعهن من بيت العنكبوت فعلا، أو أن إسرائيل هي التي تهندس مثل تلك المسرحيات التي نراها يوما بعد يوم. تصوروا منذ بداية العام حتى الآن أكثر من 50 غارة على مواقع سورية. طيب ليش على مواقع سورية؟ لأنه منذ عام 2014 استقرت الميليشيات الإيرانية في مواقع ما تبقى للجيش السوري، وألبسوهم لباس الجيش السوري آنذاك وتقاسموا المواقع.
فبالتالي عبر طبيعي تستهدف هذه المواقع، لان طب ما وجه الاستفاده للنظام السوري دكتور؟ من يبلغ اسرائيل من يبلغ اسرائيل عن تلك المواقع؟ يعني هنا يعني لهذه الدرجه ان اسرائيل لديها التكنولوجيا التي تستطيع تحديد الموقع بالسنتيمتر؟ طب ما وجه الاستفاده للنظام من هذه الناحيه؟ كان صدت وردت باكتوبر الماضي يعني، ولكن هذا ليس موجود. اسرائيل لها جواسيس على الارض، فهؤلاء الجواسيس في سوريا حصرا ان لم يكونوا على مستوى عال من المسؤوليه في السلطه السوريه لا يمكنه الادلاء بمعلومات الى اسرائيل، والا فالايرانيين هم انفسهم جواسيس على بعضهم البعض. لكن التفاهمات الاسديه مع اسرائيل تنبئ بان منظومه الاسد هي التي توصل هذه المعلومات بدقه حتى المواقع، بحيث لا يجوز يعني الانحراف عن هذا الموقع ولو لمتر واحد تصيب الهدف. فبالتالي يعني كما شاهدنا مسرحيه الهجوم بالمسيرات على اسرائيل من قبل ايران، يعني كل العالم هي عباره عن مسرحيه هندستها اسرائيل على مرتكزه على ثلاث اثافي، الولايات المتحده وايران واسرائيل، كل ما هنالك انقاذ نتنياهو من ما كان فيه انذاك من موضوع الشعبيه والانتخابات وما الى ذلك. طب ما المقابل يعني يا دكتور؟ ما المقابل الذي يتلقاه النظام السوري موجه الاستفاده من ذلك اذا ما يعني سلمنا جدلا بهذه الفرضيه؟ البقاء على راس السلطه. مين اللي خلى بشار الاسد حتى اللحظه قائم على راس السلطه؟ امريكا ولا روسيا؟ لا امريكا ولا روسيا، لانه امريكا وروسيا مؤتمره بامر اسرائيل، كلنا نفهم هذا الشيء، واسرائيل هي التي حمت بشار الأسد، وكلنا يتذكر مقولة رامي مخلوف في بداية الثورة: أمن إسرائيل من أمن دمشق. طيب هذا الاستهداف 53 تحديدا كيف تصفه وكيف تقرأه من الناحية النوعية، وخصوصا أنه استهدف فيه يعني عسكريين سوريين وتم إصابة سوريين؟ موقع جي بي اس أرسل إلى السلطات الإسرائيلية، إلى المخابرات الإسرائيلية، إلى القائمين على هكذا عمل إشراف على الجواسيس، أرسل وأطلق الصاروخ على السمت المحدد. ما بدأ شيء اثنين يحكوا فيها، منتهية، موقع محدد فيه كذا شخص، فيه أسلحة وفيه أشخاص، هذا خطر على إسرائيل، يعتبر من قبل إسرائيل هي لا مشكلة عندها بالوجود الإيراني، مشكلته بتقديس الأسلحة، وبالتالي أصيب الهدف بذاته، أصيب الهدف بذاته، لم يخطئ متر واحد. القوات الإيرانية أو الميليشيات الإيرانية أو الحرس الثوري الإيراني يعيد تموضعه في سوريا بين حين والآخر، لذلك يعني ينتشر في مناطق يعني لم يكن موجود فيها مسبقا، برأيك ليس هذا تكتيك يعني لمحاولة تجنب هذه الضربات؟ بالطبع، لانه يعني الايرانيين بداوا يستشعروا مؤخرا بان النظام السوري او مؤسسه النظام على راس السلطه في سوريا هي التي تسرب مثل تلك المعلومات، واطلقت اشاعات كثيره عن ضباط من رتب عاليه وعن مستشاره الرئيس وعن وما شابه ذلك، وبالتالي يعني اصبح الايرانيين يتوجسون من نظام بشار الاسد بشكل شخصي، ولكن قد لا يستطيعون الخروج لأنهم هم أرادوا ذلك أصلا. هم أرادوا أن يكونوا في سوريا لخراب سوريا، لدمار سوريا، لقتل الشعب السوري، للانتقام لمعركة القادسية، للانتقام لمعركة القادسية. هم يعتقدون بأن السوريين هم من قتلوا السيد شباب الجنة الحسين رضي الله عنه، ولكن هذا 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 حجة ومبرر لهم أن يفعلوا ذلك، لأن العالم كله يريد أن يرى إيران بهذا الشكل. طيب. ولو كانت إسرائيل، لماذا أصلاً إسرائيل لماذا تغير إغارات وتقصف من بعيد؟ ما هذا السؤال يا دكتور التالي، يعني برأيك لتدخلت مباشرة وأخرجت القوات الإيرانية من كامل الأراضي السورية. بالضبط، برأيك تريد إيران بالمنطقة؟ تريد إيران؟ تريدها لدرجة أنها ستحتفظ بذات آلية الرد في كل مرة؟ يعني سنتابع هذا المسلسل لمدى طويل برأيك؟ وإلى متى؟ طالما الأسد موجود وإيران موجودة سنشهد الكثير من هذا. طيب إلى متى قلت لك دكتور؟ يعني هو مرتبط فعليا بوجود الرئيس السوري كما ذكرت أم باعتبارات أخرى كذلك لإسرائيل في المنطقة؟
هناك منذ عام 1967 هناك اتفاق بين إسرائيل وحافظ الأسد على تسليم الجولان وبقائه في السلطة إلى أبد الآبدين. وهذا الكلام أوضح وزير الإعلام السابق آنذاك عزمن هذا الاتفاق محمد الزعبي الذي توفاه الله منذ يومين هنا في ألمانيا. وهذا أنا سمعته منه شخصياً بالحق الواحد سوى عن المقابلات التلفزيونية التي أعلن بها عن هذا الاتفاق. وتعهدت إسرائيل بموجب اتفاق الاتفاق برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بأن يبقى الأسد على رأس السلطة مدى الحياة ويورث لأبنائه. وكلنا شفنا مسرحية التوريث التي قدمت أولبرايت وباركتها. شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. كنت معنا من برلين العميد الدكتور إبراهيم الجباوي الخبير العسكري والاستراتيجي.